الذي أثر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأخرج ذلك الجيل المبارك العظيم هو أنهم كانوا كثيري التأمل والتدبر والتفكر والتفهم لكلام الله عز وجل ولما يتلى عليهم، لذلك تأثروا بالقرآن تأثرا عظيما جدا. عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء حينما يقرأ القرآن ويتأمل القرآن، وكان رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف أحيانا كثيرة فيسمع نشيجه رضي الله عنه من آخر الصف. مر في ليلة من الليالي وهو يعس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسمع قارئا يقرأ قوله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فوقف عمر رضي الله تعالى عنه وكأنما قصم ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم اتكأ على صخرة أو على جدار ولم يستطع رضي الله تعالى عنه أن تحمله رجلاه أو أن يمشي إلى بيته، فحمل رضي الله تعالى عنه إلى بيته ومكث أياما يعاد ويزار رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأثرا بهذه الآية العظيمة.